احسنوا لاخرتكم، احسنوا اعمالكم، اتقوا الله بعضيكم. لو لسه بتعمل معاصي توب الى الله، ارجع لا. لله، ما حدش ضامن عمره، احسن تموت على ذنوب على معصيه، موت على خير وانت بتعبد الله وانت بتصلي وانت ماسك مصحف وانت بتعمل خير وانت بتصل رحمك وانت امك وابوك راضين عنك. يا ريت يا جماعه نعمل الحاجات دي ونقتدي بيها ارجوكم. يعني انا طبعا كنت معيطه قبل ما ادخل البيت عياط كبير، بس انا متعوده دايما لما بدخل البيت يعني ما بحكي لهمش اللي جوايا، ما بحكيش بقى اللي قاعدين في البيت حاجه، بسكت. بس انا اول ما دخلت قعدت كده شويه على الكنبه وماسكه التليفون بشوف الحاجه على النت وكده، لقيت بنتي جايه تقعد جنبي بتطبطب عليا على خدي كده، بتقول لي ماما انت ازاي كده، انت ما بتعيطيش، هو انت ما بتصرخيش، هو انت ما بتتكلميش، ماما هو انت بطله، هو انت عارفه عامله زي ايه، زي الابطال الخارقين اللي بيطلعوا في الكرتون، انت زيهم يا ماما. بنتي قالت لي كده بصراحه والله. رحت قلت لها انت بتقولي لي كده ليه، قالت لي انا مستغرباكي قوي، ولا بتصرخي ولا بتعيطي ولا بتتكلمي، بس انت جواكي كتير قوي يا ماما. راحت اول ما قالت لي كده لقيت نفسي بصراحه بعيط بقى، اللي هو انا عايز اقول لحضرتك، انا مجرد اللي انا من 4 5 ايام صورت فيديو مع الله يرحمها الحاجه ناهد، فلما لقيت حضرتك كاتبه على الفيسبوك، حتى الفيديو على فكره ما كنتش لسه عملت له يعني بعته للمونتاج عشان انزله او كده، فبتفرج على الفيديو حضرتك يعني اتأثرت نفسيا، ما بالك انت بقى عايشه هنا مع الناس دي كلها، وايه بقى مش قصه الحاجه ناهد بس، ده عندك يعني حاجات تقطع القلب. انا تعلقت بيهم قوي بصراحه، بقيت بحبهم جدا وحاسه ان هم اهلي خلاص. ما اعرفش اعيش من غيرهم ولا اعرف اعمل اي حاجه خلاص، حتى لو هم فيهم ايه انا بحبهم، بقيت بحب اضحك معاهم، نزعق مع بعض، ناكل مع بعض. وانا بقى اللي انا عايز اقوله لك، اقول لك امبارح شوف برغم كل اللي انا كنت فيه امبارح ده بعد الدفنه ومش عارفه ايه ويوي، طب انا اقول لك على حاجه، اسال كده المذيعه سما، هي شافتني انا بعمل ايه امبارح في الدور بالرغم ان احنا ما صورناش خالص. مين اللي عمل ايه؟ دكتوره سمر هي اللي عملت العشاء وقدمته كل حب. طب ازاي بتقدري؟ بتحبوا العشاء مني؟ جدا بجد؟ والله العظيم. ازاي بتقدري؟ اللي كنت عامله لكم قبل كده. عايز اقول لك على حاجه، انا سعادتي لما كنت بخدم الناس دي، حتى لو قلت لهم هنا الموظفين هو انا ليه لما بدخل اعمل العشاء في الدار ما باخدش نص ساعه ولا ربع ساعه، تقولوا بتاخدوا وقت، بيقول لي فعلا يا استاذ سمر انت اللي بتدخلي تقفي معانا في المطبخ كل حاجه بتخلص بسرعه. الا بقى ايه، الا لما ايه ممكن بقى اللي تشهد بالكلام ده المديره، يعني تعالي بقى انت قولي لما بدخل انا المطبخ ايه اللي بيحصل. يعني بص شغل نشاط كل حاجه كله بيبقى شغل نشاط كله بيعمل كله بيسجل، وهي كلمه واحده بتقولها يلا وتحط الترابيزه تبقى قدامها تعالي هنا جنبنا في لحظه واحده قلبها حاج ايوه قلبها حاج مش بتتكلم لا هي بتتكلم مش مطبخ بس في كله الاكل بس هي بالها في الاكل مش بالها ده بيأثر على حياتك يا دكتوره بالعكس انا لما بعمل من بحب اخدم الناس بحس طبعا هي الاستاذ سمر ما بحبش استخسر صحتي في الناس دايما بحب اقدم صحتي قوي قوي لو مش معايا فلوس او كده او مش معايا حاجه بحس صحتي دي اهم حاجه يعني ربنا اداها لي بحس ربنا بيبارك لي في صحتي اكتر وبيديني طاقه اكتر وحيويه ونشاط لما اخدم الناس دي لو ما خدمتهمش احس ان انا تعبانه وجسمي تعبان وهمدانه اول ما اخدمهم واعمل لهم كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيكرمني قوي سبحان الله يعني ربنا بيديني الصحه طبعا هنا ناس كتير بتقول لحضرتك البقاء لله ونعم بالله وشد حيلك و ونعم بالله يعني ربنا يقويك انا عايز اقول لك ان انا اصلا اول ما سمعت خبر ناهد الناس يا بطوطه بتقول لك احنا اولادك كلهم بيقولوا لك احنا اولادك كلميهم هم الناس كلها بتقول لك احنا اولادك صلى على النبي كده كلهم هو 1000 واحد بيقول لك احنا اولادك صلى على النبي ما اقدرش امنع دماغي ما اقدرش امنع اللي جوايا انا بديهم كل حاجه اسالهم في حد ناقصه حاجه حد هنا ناقصه حاجه لا. طب ممكن حضرتك تكلمي بنت فاطمه بطوطه دي لا مش هكلمها هتصل بيها تاني انت كلمتيها قبل كده انا لسه بكلمتها لسه من حوالي اسبوعين قالت لك ايه ما بتردش عليا مش هكلم حد هم عارفين ان امهم هنا كلمي عايزه تكلميها؟ خلاص بعد اللايف هتصل لك بيها. تيجي تشوفها بس ايه مش عايزه منها حاجه. طب يا جليله وجهي كلمه لبنت بطه يا جليله.
لبنت بطوطه. هو ده الحق يعني، هو ده الصح كده. انا اوجه لها كلمه اقول لها يم البنت اللي رضعت منه ده ما حنش عليكي، ما لقيتي نفسك كبيره كده ومتجوزه ما تيجي تشوفها يجري حاجه. ده اللي زعل قوي يا جليله. طب واللي مطلع لامه شهاده وفاه وهي عايشه على قيد الحياه؟ مين ده؟ واحد مطلع لامه فاطمه بتاعت السيده، ما هي قاعده معانا في الدار اهي بقى لها كام شهر. ايه قصتها دي؟ دي جالي بيها استغاثه ان هي قاعده عند السيده اسمها فاطمه، نزلت جبتها من هناك وبعد مناشدات وفيديوهات لا حصر لها ناس كلمونا قالوا لنا اصلا ان هي اصلا دي في نظر القانون ميته. ازاي 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 طلع ان ابنها مطلع شهاده وفاه. ابنها بقى لما شفنا بنتكلم في الحاجات دي كتير اتصل بينا وقال لنا انا مطلع لها. قلت له طب ابعت لنا شهاده الوفاه بتاعتها، ابعت لنا اي حاجه نقدر نساعدها، نقدر نقدم لها حاجه او نصلح الورق اللي انت بوظته. ما رضيش ابدا، ما رضيش نهائي يعمل الكلام ده. غني اغتنى الفلوس خلته بيه، هو بيه بيه ايه بك الفلوس جننت البيت جننت اللي معاه قرش رمى امه زي ما قلت لك قبل كده، رمى امه ده اسمه كلام، رمى امه وحضن مراته. كما تزين تدين كل حاجه بتقولها. اه جت مره واحده محدش حاس منها الرفات تشوفوا، محدش مش حاس منها صح، محدش حاس منها. بقولها هاتي واللي لها قريب ابنها يجي يشوفها. ايه بص هقول لك حاجه، مش يرميها ويدقرش زي ما يكون محدش حاجه، ممكن تموت اي وقت. الناس الكبيره دي عايزاهم يجوا يشوفوهم.